النساء شقائق الرجال، وعليها مسؤوليات كبيرة، منها إعداد الطعام. وبعض النساء يشتغلن في هذا الطعام على أنه عبء يقومون به، ولكن أوصي أخواتي وبناتي بالوصايا التالية. أولا، عند إعداد الطعام ينبغي لها أن تحتسب الأجر فيما تعده، وأنها تقوم بتفطير الصائمين. الأمر الثاني، أنها تساعد الزوج وتساعد الأبناء في الذهاب إلى العمل وفي الذهاب إلى المدارس، وتقوم بإعدادهم الإعداد الطيب. ثالثا، أنها تقوم باستغلال هذا الوقت الاستغلال الصحيح، فأثناء وقوفها في المطبخ عليها أن تكثم الاستغفار: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما يحتاج الإنسان أن يقوم بشيء، لا بطهارة ولا بوضوء ولا بغير ذلك، وإنما يحرك هذا اللسان. وعندنا إذاعة القرآن في هذه البلاد المباركة، أن تقوم بتشغيلها، تستمع إلى القرآن، تستمع المحاضرات وإلى فتاوى أهل العلم من هذه البلاد. أيضا، أن تقوم بإهداء شيء من الطعام إلى الجيران وإلى الأقارب، وإلى المشاركة في مشاريع تفطير الصائمين. أيضا، مسألة أخيرة أنبه عليها المرأة: صلاة التراويح السنة أن تصلي في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتها في بيتها خير لها. ولكن إذا أرادت أن تصلي لتنشط أو تستمع القرآن أو نحو ذلك، فإنها ينبغي أن تتنبه إلى أمور، منها أولا أن لا تخرج متطيبة ولا متعطرة، وأيضا لا تقوم بأخذ كامل الزينة، ولا تقوم بكشف الوجه. وأيضا، إذا كان معها أطفال، فإنها تحافظ على أطفالها بعدم إيذاء المسلمين في مساجدهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.